إن الذي يذهب إلى البيت الحرام ليحج بيته أو ليعتمر لا يذهب جسداً أبداً، إنما يذهب بقلبه. فالحج حج القلوب قبل أن يكون حج الأبدان. أيها المباركون، حينما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنما الذي يردد ذلك الرجع البيد والصحراء والحجر والوبر والشجر والمدر، ما يصل مدى صوت مدى صوت الحاج إلا يأتي شاهدا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما هل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك ضج الركب وانطلقت جموعه والنشيد العذب يدفعهم، أصداؤه في فجاج الأرض صاخبة، والبيد في رحبه نشوى ترجعه.